خلص الدرس اليوم، تأخرتي، بكرة تعي. ليش مين قالك بيهمني أدرس هون؟ لكن ليش الناس بيجوا لهون لحتى يلعبوا؟ يعني أنت ناطور بهذا المركز؟ وأنت طالبة هون بالمركز؟ ليكي جاوبيني أنت ليش جاي لهون لحتى جاوبك أنا كمان. بعتذر، أنا نجلة كيرمان وجاي أشوف أخي عزت إذا هون. تشرفت بمعرفتك، أنا يونس، بشتغل عامل تنظيف وبنفس الوقت طالب. أخوكي عزت إلو زمان طالع من هون، بس شوفه بخبره إنك سألتي عنه. نجلة، ممكن توصلي هذا الكتاب لزهرة؟ قولي لها هذا من يونس، أكيد رح يعجبها. شفت لنا الموظفين اللي كانوا يشتغلوا بالمحكمة بهداك الوقت؟ ايه شفتهم. طيب دورت على اللي كانوا جايين من اسطنبول؟ ايه، وليكن الأسماء بالملف. مو مكتوب هون غير اسم بابا ليك، ما في غيره. يعني من الموظفين اللي اجوا على اسطنبول ما في غير سامي بيك؟ ايه بس. متأكد حضرتك؟ متأكد. يا الله ما عم بفهم، كيف يعني ما في حدا غيره؟ بجوز الداي ما متذكره منيح، احتمال كبير عيلة زهرة ما كانوا جايين بوقتها من اسطنبول، يعني هي فهماني غلط. بلكي رفيقك مرق عليه أسماء غير هدول وما شافهم. أنا رح أرجع هلأ واتصل ببابا. يلا اتصلي. هي ملك عم تتصل. ما رح رد عليها هلأ. سامي، لأنت بدك تضل تأجل؟ رح ضل عم أجل لحتى لاقي حل. ليش في حل لهذا الموضوع؟ أصلاً ما في حقيقة بتضل مخباية. طول ما أنا عايش وعم اتنفس رح تضل الحقيقة مخباية. ملك، لأنك ما رديت عليها دقت على تليفوني. ردي على التليفون وقولي لها إني طلعت من الصبح مشان هالقصة. يلا خلصينا، ردي على التليفون. أهلين ملك، كيفك؟ ماشي الحال. اتصلت ببابا بس ما رد على تليفونه. ما سمعه أكيد، طلع يدور على أهل زهرة مثل ما اتفقتوا. أنا مشان هيك عم بتصل. كنا بالمحكمة من شوي أنا وعزت، وشفنا كل الموظفين اللي كانوا عم يشتغلوا بالمحكمة وجايين من اسطنبول. بابا الموظف الوحيد هيك قالوا. ألو أمي، أنتي معي عم تسمعيني؟ صوتك مو واضح، بس يوصل أبوكي من حاكيكي. بنتي انتبهوا على حالكم. سامي، بنتك وصلت هلأ لأول الطريق. بابا شكله مهتم بالقصة وعم يدور منيح، بس ما بعرف شو رح يطلع معه. ليك، من أسبوع ما كان عنا أي شيء نستند عليه، وهلأ وصلنا لأول الخيط، يعني قطعنا مسافة منيحة. وأنا هيك رأيي كمان. بتعرف؟ أنا وياك فريق منيح. يلا بشوفك. وأنا بشوفك. فيني أخذ من وقتك شوي؟ زمرة خانو؟ صاير شي لزهرة لتكون؟ لا لا، زهرة منيحة كتير. في
فينا نحكي شوي أنا وياكي؟ طبعاً طبعاً، تفضلي نحكي جوا. تفضلي. في عنا عصير شي؟ اليوم لما رحت على السوق جبت معي. صبي لي كاسة معناها. شو بكي؟ ليش هيك عم تطلعي؟ اليوم أنا وراجع مرقت على المركز، كان بدي أشوف أخي. عن جد؟ طيب كيف لقيتي الصف؟ وصلت لهونيك كانوا مخلصين الدرس، ما كان في هونيك غير ولد بس. اسمه يونس أو هيك شي؟ إيه اسمه يونس. هذا الولد من وين جايبينه؟ أنا ما شفته عنا هون من قبل. كان باسطنبول وإجا لهون، ولأنه أهله مو معه، عمي إبراهيم وعمي عزة ساعدوا ودبروا له مكان. معقول ما سألك عني يونس؟ شلون؟ ليش لا يسأل عنك؟ اسمعي مني وخلينا نشرب شي زمرد خانو. شكراً، مو جاي على بالي. رح أحكي معك من الآخر وما رح لف ودور، تمام؟ من وقت ما إجيتي لعنا على الضيعة نقلبت حياة عزت كلها. على طول كان يشتغل يلي براسه، بس برغم هيك بحياته ما وقف بوش عيلته وحاربهم هيك أو طلع من عاداته عن الشيء اللي تربى عليه. أنتي ورا كل العداوة هلأ بين عزت وست لورين. الموضوع في سوء تفاهم. أنا وابنك أنا ماني جاي هلأ أسمع منك أي تبرير. أنتي وعزت ما نكونوا مناسبين لبعض، ولو سمحتي بعدي عن ابني. أنا ماني راكدة ورا حدا زمرد خانو، وعزت أكيد مانو ولد صغير. إيه؟ وبيقدر لحاله ياخذ القرارات المناسبة. بلا ما تتفهمني علي بهذا الحكي تبعك، رح تسمعي اللي عم قوله وتبعدي عن ابني. إذا خلصتي الحكي اللي عندك، أنا عندي شغل وماني فاضية. يا الله دخيلك نيفين، انت ليش نايمه هون بالصالون بنتي؟ جايين ضيوف بعد شوي. راحت علي نومي ما حسيت على حالي. نيفين حالتك مالها عاجبتني بالمره. لا تكوني حامل وما بدك تقولي لنا. لا مرت عمي ما في هيك شيء، شكلها متكسلنا اليوم. يلا تعي معي خلينا نجهز السفرة للضيوف. يلا خالتي فاطمة، أهلا وسهلا. أهلين فاطمة. أهلين فيكم، كنت نازلة أتمشى بالسوق قلت بمرق وبسلي. يا أهلين، عدي خلينا نشرب شي سوا. شكرا. ألو محمد، جيب لي شاي لهون. كيفكم؟ تمام، كله تمام. ماشي الحال خالتي فاطمة، لساتنا مثل ما نحن. بس بتعرفي إلك وحشة وفقدنا لك كتير كمان، بالأخص لأكلاتك الطيبين، مو هيك بابا؟ لا تزعلي مني فاطمة، بس عن جد أكتر شي اشتقت له هو طبخاتي. عن جد خجلتوني. الله بيعلم قديش أنا اشتقت لكم بابا. هي أمي عم تتصل.
ايه امي؟ عدنان المسا فضي حالك شوي وتعا على العشاء. ما تحطي هدول الصحون يا غبية، جيب صحون للضيوف. المسا أهل دلال معزومين لعنا على العشاء. أمي كم مرة حكينا بهالموضوع؟ فهموها بقى، أنا ما عاد بدي أتجوز دلال، ما بدي أتجوزها، وإذا بدك مطاي شوفها. لا تتعبي حالك على الفاضي بقى، وما رح أجي على العشاء، لا تستنيني ماشي؟ عدنان شو هالحكي يا ابني؟ بابا أنت وأمي حاج تضغطوا علي، أنا ما رح أتجوز دلال، واللي عندي قلته. عدنان بتحب نبشرهم بهذا الخبر قبل ما يجوا الضيوف؟ ها؟ شو بتقول؟ ايه منخبرهم هلا. باين على وجوهكم انتو اثنين انكم مبسوطين كثير، يلا احكوا لنا. احكوا لنا شوف شو القصة، صار عندي فضول اعرف. علي اليوم عند الدكتور قدر يحرك رجليه؟ اوه الف حمد وشكر. معناها رح نشوفك داخل على رجليك من هالباب بأقرب وقت كمان إن شاء الله. إن شاء الله ستي لورين. مرحبا. أهلين بحضرتك. جبنا معنا حلو ليحلى الكلام. يا عيني عليكي، بس ليش مغلبين حالكم هيك؟ ما شفت سيارة عدنان قدام البيت؟ شو يعني لسه ما وصل لهلأ؟ ظرفه صعب، اليوم صار في عنا تحميل بضاعة والمشكلة ما فينا نتركها لبكرة، وعزت بتعرفوا مانو هون، وعدنان ما قدر يترك الشغل ويجي. تفضلوا. يلا تفضل. يا أهلين. أهلي. يلا دلال. ملك انت شو عم تعملي هون بهذا الوقت؟ يا الله على هالنهار، ممنوع الواحد يشم هوا يعني؟ انت شو دخلك؟ شبكي ملك، شو نسيتي اللي صار معك؟ بتكوني غلطانة إذا مفكرة إنك نفدتي منهم. عدنان أنا ضايق خلقي وما بدي أزعج حالي أكتر، تصبح على خير. وقفي واسمعيني شوي، بدي أحكي معك بموضوع. تعي دلال بنتي، قربي لعندي شوي. هذا الخاتم غالي علي كتير، وهو بيرمز لشرف واسم عائلتنا، وإلي زمان ناطرة الكن اللي رح تكون مناسبة وتحمل اسم عائلتنا لتحطه بإصبعها. شكراً كتير يا خانو، فاجأتيني، فرحتيني من كل قلبي. إن شاء الله عدنان آغا وإنتي رح تتجوزوا وتصيري مرت الآغا.
ومن هلا ورايح اسم ومستقبل هالعيلة بإيدكن انتو. هداك اليوم زهرة حكت معك بهالطريقة لأنه ستي اشترطت عليها تعمل هيك، لحتى رفيف تضل مع أهلها وزهرة تضل بالقصر، وافقت إنه ما تحكي معك وقت إجيتي عملت هيك. طيب أنا كيف ما فهمت هالشي بوقتها؟ لأنها مثلت كتير منيح. شو تعذبت بسببكم؟ لهلأ أكلها هم أختها وتاركة حالها، عن جد رح موت من القهر عليها. أي صح، زهرة قوية واثقة من حالها كتير، بتشبهك عن جد، هالبنت بتشبهك. يعني انتو التنتين عنكم نفس العند، صدقيني. أعطيني كاسة مي. ممكن شغلي بكرة الصبح فيني روح وشوف أختي؟ اشتقت لها وبدي أطمن عليها. لو سمحتي بوعدك بروح بشوفها شوي ودغري برجع. والله ما بتأخر، وعدتك إني أرجع فورا. إيه روحي لعندها، بس أصحك تفكري إنك تروحي هيك أو هيك.
ألو بابا، كيفك؟ طمني، قدرت تعرف شي بخصوص عائلة زهرة؟ إيه عرفت بنتي، وفوق هذا طلعت أنا بعرفه كتير منيح. طلع محامي اسمه أحمد أكن، وعرفت كمان إنه اسم مرته زينب. إيه، وقدرت تعرف رقمهم؟ مشان اتصل فيهم دغري. مع الأسف بنتي، صعب تتصلي، لأنه حسب ما عرفت هو ومرته توفوا بحادث سيارة. لا، طيب كيف بدي خبر هالشي لزهرة أنا؟ بابا بتعرف وين دافنينون؟ هلا أنت شو بدك بوين دافنينون ملاك؟ ليكي، خلص رح قول لرشيد ياخدكن لهونيك. سامي، بتكون صدقت برأيك؟ إذا ما صدقت هلأ بعدين رح تصدق. رشيد، اسمعني منيح شو رح قلك. آخ يا زهرة، كيف رح أقدر خبرك هيك خبر؟ شو هالحظ اللي إلك هاد يا بنتي؟ اشتقت لك كتير رفيف، فقدت لك يا أختي. لا تروحي وتتركيني هون لحالي، أنا اشتقت لك وبحبك. ما رح تتركك بقى رفيف، بكرة بس نطلق أنا ونيفين زهرة رح ترجع وتعيش معنا. زهرة؟ إيدك؟ سامحيني زهرة، صدقيني المبادلة والعذاب اللي انت فيه رح ينتهي. تحملي، كرمالي تحملي، رح يخلص الهم. أهلين عزات. مالك؟ أنا ليكني هلأ قريب من بيتك، بتروحي نفطر سوا لإجي أخدك؟ بدي حكيك، اتصلت أنت بالأول. يلا حشوفك برا. طيب ناطرك. عزات، شكراً لك عزت، كلك ذوق عن جد. ما عملت شي؟ تسلم إيديكي. صحة وهنا. وفنجانك وينه؟ مو جاي على بالي هلأ. لساتك متضايقة على العزات؟ ايه، متضايقة منه وعليه كمان. جمال، انت لازم تقعد مع ابنك وتحكوا سوا، قل له انه نحن مانا موافقين بالمرة على هالجوازي. طيب انت ما بتتمني انه ابنك يكون مبسوط؟ اكيد بتمنى هذا الشيء. معناتها تركيه ياخد البنت اللي قلبه حبها. عزات الحب عامي على قلبه، ما عم بيخليه يفكر بعقله بالمرة. جمال، حبه لهديك المعلمة رح يخليه يتنازل عن الأغاوية لابن عمه. غلط، خبرني. عزات، أنا كيف بدي خبر زهرة هلأ إنه أبوه وأمه مانن عايشين؟ برأيي إنه ما قال شي بالمرة. شو عم تحكي ملك؟ ما بيصير، نحن لازم نخبرها. بعدين هي بتعرف إنه نحن عم ندور على عائلتها الحقيقية، يعني البنت عايشة ومتأملة إنها تلاقيهم. ليك غلط إنه نخبي عنها هيك شي، لازم نخبرها. حرام، البنت ما لازم تضل مفكرة حالها إنه رح تلاقيهم. إيه، بس أنا كيف بدي خبرها؟ ستة كلورين ما بتسمح لها تشوفني أبداً، كيف بدي شوفها وإلا؟
أنا بدبر هالشي، لا تقلقي أنت. يلا كملي أكلك. امبارح روحت عليك زهرة غير شكل، وخطيبتك دلال كانت مجهزة حالة على الآخر وطالعة بتاخد العقل. لا عاد تجيبوا لي سيرة دلال. ما عاد فينا ما نجيب سيرتها ابني، لأنه ستك امبارح لبست خاتم العيلة لخطيبتك دلال. ليكي، إذا بتفكروا إنه بهي الطريقة رح تحطوني تحت الأمر الواقع غلطانين بتكونوا. هالبنت ما بدي إياها، وما راح اتجوز لدلال شو ما عملته، فهموها بقى. بكيفك او غصب عنك راح تتجوز هالبنت. شو هاد؟ انت شو عم تعملي؟ مو حاجتك الشغل اللي عم تشتغليه بالقصر؟ ولو يا اخي، انا وقت اجي لعندكم كثير بكون مبسوطه بالشغل. زهرة، انت شو عم تعملي هون؟ عم تعملي اللي ما بتعمليه انت، وهلا الاكل صار على النار كمان. يلا صار لازم امشي بقى، لانه اذا تاخرت ستي لورين رح تعصب علي. اختي لا تروحي وتتركيني. لا حبيبتي، لا تزعليني مني، لا بقى تبكي خلاص. انا اكيد رح ارجع اخذ اذن وشوفك ماشي. نعم عزت. زهرة ما أنا بالبيت. ليه؟ فهمت. اللي بعرفه إنها راحت لعند أختها. فيكن تلاقوها هنيك. أهلين. خلص صار لازم هلأ الكل يعرف الحقيقة. يلا رفيف، برد عليكي هون، فوتي لجوا. سليمان، فينا نحكي أنا وياك شوي بخصوص قصة طلاقنا؟ نيفين بكفي، حكينا وتناقشنا كتير بهالموضوع. خلص ولا يهمك، هالمرة ما رح تسمع مني نفس الحكي. في حكي جديد ورح يعجبك، لا تاكل هم. زهرة، وقفي وحاكيني، بدي اقول لك شيء ضروري. ما فيني، وانا قلت لك لبقى تحاكيني. بعرف انه ستك لورين مانعتك تشوفيني، بس اللي بدي اقول لك اياه كثير مهم بخصوص عائلتك. كان معك حق، أنا غلطت كتير بحقك وبحق حالي، بعرف هالشي. اسمعني، أنا ما عاد ضايقك بعد هلأ أبدا. يلي صار، أنا ما قدرت وقع أوراق الطلاق، في شي منعني. هو لأنه أنا حامل. لا تاكل هم، أخذت قراري وخلاص. يعني أنا رح سقط الولد اللي ببطني، ومثل ما بدك نحن رح نتطلق.
كل شيء رح يمشي مثل ما بدك، تطمن. آسفة ملك، آسفة على طريقة كلامي وقت اجيتي تشوفيني هداك اليوم. ولا يهمك حبيبتي، بعرفك مجبورة. قولي لي هلا أنسة، شو الشي اللي بخصوص أمي وأبي عرفتيه وجاية تقولي لي إياه؟ لا تكونوا عرفتوا مين بيكونوا وين ساكنين كمان؟ إيه زهرة حبيبتي؟ عرفنا. عن جد عمي؟ مين هنن طيب؟ احكي لي أمي وأبي مين بيكونوا؟ وينهم هلا؟ زهراء شوفي، أهلك يا حبيبتي مع الأسف هن مانن عايشين هلا، عليك يا سامي بيك. هلا صرت على عيني وراسي، الله يعوض عليك. مو وقتك، مو هلا يا اغا، ما بتخلوا حدا يتهنى بلحظة حلوة بالمرة، شو هاد؟ مور نعم، مور عزت اغا. لا، عرفت يعني؟ فهمت اغا. بدك تشوف القبور؟ اي ماشي اغا، نلتقى بالمقبرة. عند الباب. ماشي بنلتقى هنيك عند الباب. خلص يلا انا رايح. ما انا تخبروها. سونا ليش ما نزلت على الفطور؟ لا تكون مريضة. مو مريضة، انا من الصبح شقيت عليها، ما فيها شي بنوب، هاد كله من تأثير الحمل، مو بإيدها هالشي. خليكي عم تطلي عليها، انا رايح هلا. الله يكون معك أغا. كيفك نعمة خانو؟ ما بتتخيلي عدنان قديش تضايق لأنه ما قدر يشوفكن. إيه؟ رح نصير عائلة واحدة ورح نشوف بعض إمتى ما بدنا. يلا سلمي لي على كنتي كتير. انتي كذبتي علي وخدعتيني، بس انا ما رح اسمح لك تلعبي بحياة ابني شو ما صار. شو جابك هلا؟ ما ضل براسك عقل؟ لا بالعكس، انا هلا اصلا صحيت على حالي، والكل هون رح يعرفوا الحقيقة شو هي. انتي مفكرتيني جد بقدامك وعم تضحكي علي مو هيك؟ خليتيني اتعذب وجيب الحبوب مشان تكبيهم بزبالة اه؟ صدقيني جربت بس ما قدرت. هالشي حرام. والله هو مو ذنبه. أهلين وسهلين آغا. أهلين رشيد. زهرة، لهالسبب أنا ما خبرتك بنتي، مو سهل عليك هيك خبر. تفضلوا. يلا زهرة. أهلين
فيك شو عم تعملي فاطمة؟ طولي بالك ولا تجني. أصلاً أنت بعمايلك هي رح تروحي لابني عدنان. تركيني ما رح أسمح تعمليها. فاطمة اسمعيني بس شوي. شو عم بصير هون؟ ليش صوتكم طالعة؟ فاطمة شبك شو صار لك؟ هدول أولادك لازم الكل يعرفوا، بدي خبرهم كلهم. لورين هانوف سكتي وطي صوتك. اتركوني ما رح اسكت ابدا، والكل لازم يعرف انا بدي احكي الحقيقة. بعدين اقول لك فاطمة تعي، انت شو صاير لك؟ شو الموضوع؟ ليش عم تعملي هيك؟ اعطوني ابني هلا يلا. ابني اللي من لحمي ودمي. عدنان يا خانم بيكون ابني. يعني مثل ما قلت لكم، ونحن كمان عرفنا الحقيقة من جديد. يعني انتو كنتو بتعرفوا انه عندكم حفيدة؟ انتو اكيد غلطانين. عن اي اولاد عم تحكوا؟ بنتي عزبة واحمد مانو زوجها هو ابن عمها. والله عم تحكي عن جد؟ انا لا يا فهمان غلط اكيد اغا، اكيد صاير سوء تفاهم. رشيد هذا مو سوء تفاهم، هي كذبة وسخة. وبابا كمان له علاقة بهي الكذبة. لك انتو فهموني شو عم تحاولوا تخبوا؟ لا تواخذونا يا جماعة. عجبك اللي عملتو فيها؟ مانك خجلان من حالك؟ لك انت ما عندك ضمير؟ يلا امشوا. آسفين مرة تانية. يلا عفوا لا تؤاخذونا يا جماعة. الو سامي بيك، هذا انا رشيد. ليك شو بدي اقول لك، صار شيء مو متوقع. هاي الكذبه ما مشي حالها. ليش انت عرفت تتصرف؟ ها عرفوا انه المدفونين مو اهل لزهره وكله من تحت راس الغبي هاد. خلصنا يا سامي كرمال الله حاج. خلينا نقول لملك انه هي اما حاجتكم كذب ومنخلص من هالذنب. ملك هلا او بعدين رح تعرف الحقيقه صدقني.
الله يوفقك سامي. مالك ما راح سامحنا أبدا.